السلام عليكم خوتي، رمضان كريم. صحة فطوركم لكل جزائريين داخل وخارج الوطن. ألف مليون بليون تريليون مبروك لرياض محرز، الكأس، الرابطة الإنجليزية، اللقب الرابع، الكأس الرابعة بعد درع الخيرية، وبعد كأس إنجلترا، وبعد الدوري الإنجليزي. جاء الحين، الآن حان وقت اللقب الرابع وهو كأس الرابطة الإنجليزية. محرز اللاعب المبدع، اللاعب لي أول لاعب عربي لي في موسم واحد يحصد أربع ألقاب، في موسم واحد يحصد أربع ألقاب. رياض محرز أربع ألقاب. رياض محرز لعب مقابلة نهائية، يعني كي نقولوا المقابلة النهائية، مقابلة كأس، هي مقابلة برايتون، مقابلة الدوري الإنجليزي وهو صائم، وقلت عليها وإثبتها غوارديولا، قال باللي محرز لعب صائم وما حبيش نضغط عليه. المقابلة أيضا الأخيرة لعب وهو صائم، إلى أن أظهرته الكاميرا، حتى الكاميرا بينته باللي مقدرش من قوة العطش والتعب، ولعب شوط قمة مرتين، كاد أن يسجل هدفين محققين في مرتين في محاولتين، بلا ما نساو المراوغات والفنيات نتاع رياض محرز. الشوط الثاني ما درش غلطات محرز، ممكن أنه نحسب الغلطات نوعا ما في الشوط الثاني لغاندوغان اللي يلعب أساسي. غوارديولا شاف باللي محرز راح ما بقالو، يعني تعب نوعا ما، تعب كتعب، لانه محرز دار مقابله كبيره، كتعب وكصيام، يعني ما شربش الماء وصايم، خرجوا ريح. مي هذا الميساج نوجهوه للناس اللي ينفخوا في ثالث احسن لاعب في العالم عندهم، هما قالوا لنا باللي كاين ميسي رونالدو وكاين صلاح، ما كان ني نيمار ني مبابي ني غريزمان ني أزار ني والو، كاين هذوهم الثلاثة. هذو الناس نذكروهم باللي صلاح أبو الأخلاق لعب مقابلة الشامبيونز ليغ ضد ريال مدريد وهو فاطر، والحديث القياس ما نزيدوكمش، قلتولنا باللي صلاح أبو الأخلاق. محرز جاي من هي، لأنه بيناسيونو جاي من فرنسا، اللي مولود في فرنسا وجاي من هي، كيما تقولوا عليه من هي، لعب مقابلتين المصيريتين المهمتين المصيريتين، مقابلة برايتون، مقابلة حياة أو موت برايتون، ومقابلة الكأس ضد واتفورد صائم، في مقابلتين صائم، والحمد لله الكاميرات بينت. كي كنت نقول في مقابلة برايتون يا ناس راه لعب صائم، من بعدها زاد بينها وهدرها في الندوة الصحفية غوارديولا، الآن أيضا اليوم لعب صايم، بينما أبو الأخلاق المنفوخ إعلاميا في الجزائر كيقول في مصر، مصر أنا هدرش على مصر، مصر من حقهم يدافعوا على صلاح، خطر صلاح ابنهم، صلاح ابن مصر، من حقها مصر دافع عليه، خطره ولدها، سواء لعب مليح ولا ملعبش مليح لازم المصريين يوقفوا مع صلاح، هذا شيء مفروغ منه. بصح أنا نحكي على الإعلام الشيات، إعلام نتاع الحيس، كلامي واضح، إعلام نتاع الحيس والشياتين معروفين اللي يضربوا الشيتا المصريين، قولوا لهم علاش صلاح ما صامش، جاوبوهم جماعة أمعاف الرواح. إذا خوتي محرز، نرجعوا لمحرز، ما كناش نهضروا على صلاح، صلاح عنده المصريين يدافعوا عليه، احنا واش يهمنا؟ يهمنا ابننا، ابن الجزائر، ابن الجزائر شرفنا، رفع العلم الجزائري أربع مرات، الدوري الإنجليزي مرتين، الدوري الإنجليزي مرتين، أربع ألقاب في موسم واحد، أربع ألقاب في موسم واحد. ما صحتش البهزة ناس اللي كانوا يقولوا باللي غوارديولا يغلط وغوارديولا غلط، واللي قالوا ثاني قالوا يا ولدي محرز حلف لي، قال لهم يا ولدي والله كيما نهضر لكم، والله 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 يحلف، قال لهم غير محرز مش قادر يجري، قال له رجليا ما نقدرش نجري، مش عارف ولا صاحب محرز هو ولا، والاخر قال له يا ولدي
محرز كاينه خير منه في البلاصه نتاعو. اللي قال لهم بالفضيل ما عندوش بلاصه في ليكيب ناسيونال وقال لهم انا عايش خير منه، قال لهم ايضا باللي يا ولدي يا ولدي قلنا لكم باللي يا ولدي سيلفا وبرناردو وسيرلين والجوار كامل عندهم تيتيولار يقدروا يلعبوا تيتيولار الا محرز ما عندوش مكانه. الحمد لله محرز يعطي دروس يسهل جايزة، المفروض الإنجليز يقدروا يعطوا جايزة. على جايزة إن هذا اللعب لعب صايم، زوز مقابلات صايم، مقابلات مصيرية، ماشي قضية دوري إنجليزي ولا لا شامبيونز ليغ أهم، لا ادى هذيك المقابلة تاع برايتون مقابلة حياتها وموت يا ناس. تتعادل راحت لك البطولة، لو تعادلت السيتي راحت البطولة، مقابلة حياة أو موت. صح محرز كان رجل المقابلة مان أوف ذا ماتش، ما أفضل ماتش. المقابلة هذه ثاني دار شوط أول ولا أروع، شوط أول ولا أروع، مام حتى الشوط الثاني كون خلاه يكمل كان يزيد، لكن مادام رابح هدفين بصفر ومسيطر على مجرية المقابلة حب يريحه لأنه صايم وأنه تعبان حب يريحه، هذا ما كان. بصح المفروض هذا يعطوه جائزة، رياض محرز يدي جائزة على المجهودات المبذولة وعلى أنه صايم، لاعب صايم، مقابلتين صايم، معطش. والحمد لله قلت لكم الكاميرا بينت باللي محرز بعد ما كمل بعد ما دخل رجو جبد قرعة الماء ويغسل في وجهه ويمصمص مضمض في وجهه فمه ويغسل ما يقدرش، لا غالب مش مقدرش كفنيات مازال يقدر يعطي في الميدان، مقدرش قصدي يعني عطش. حنا ما نتفرجوا عطشنا تعبنا مع السخانة مع العطش الواحد والعمل والدوخة، واحد شوية دايخ فما بالك واحد طالع هابط طالع هابط نص ساعة عالي. دوري انجليزي بيان اربع اندية يلعبوا في الاوروبا ليغ وفي الشامبيونز ليغ، توتنهام ليفربول ارسنال تشيلسي الرباعي يلا مسيطرين دركا في اوروبا، بينك بلي الدوري الانجليزي نيفو عالي وريتم عالي، لازمك انت تكون عندك ريتم مستوى عالي سينو ما تقدرش تقاوم ما تقدرش. اذا رغم الريتم العالي والدوري الانجليزي قوي وكذا محرز يلعب صايم، هذا يبين لك بالاخلاق، هذه قلناها قبل ونعاودوها، الاخلاق شكون اللي عنده الاخلاق، شكون ملك الاخلاق، صندوق الاخلاق وين، شكون اللي فاضلو صندوق الاخلاق. اذا خوتي رياض محرز مبروك عليه، مبروك على الجزائر، لانه رياض محرز احسن سفير للجزائر. ما دامنا في حراك حنا ما نحتاجوش الحكومه هذه خلاص، ما نحتاجو حتى وزاره، خلونا رياض محرز فيها بارك، احسن سفير لنا هو رياض محرز، هو اللي مشرفنا هو اللي رفع راسنا، من باقي ما عندنا ما نديرو بكم، ما عندنا ما نديرو بكم. ني كي الوزير كي السفير كي الرئيس الاتحادية اللي قال لهم مسكتوا او جايته حلقة وحده رئيس الاتحادية هذا نتاع اللي اعطوني برك البيع وبيعوا لي الجوار تاوعي وخلاص، هذا كاع جاي حلقة لي خاصة. اذا خوتي رياض محرز دائما يعطينا في الدروس ودائما يصفع يعطي الصفعات تاع جماعة البلاطوهات، الهضرة ميدان خويا، الهضرة راهي في الميدان، الهضرة راهي القاب تتويجات لي تيتر، هاي الهضرة ويني الهضرة اللي تيتر الهضرة تتويجات ماهيش الهضرة في البلاطوهات. الفرق بين رياض محرز وهذا جماعة البلاطوهات انه رياض محرز هضرة القاب، الهضرة القاب الهضرة اللي تيتر اللي تهضر تتويجات، ماهيش بلاطوهات وتمنشير ونقطع في الناس ونقول البيناسيونو ماهمش ما عندهمش بيلعبوش بالقلب كما قال ماجر، والقلب حبس في الثمانينات وفي السبعينات كما كنا كما قال هو يعني كما كنا حنا نلعبوا بكري في السبعينات في كان عندنا القلب، من بعدها من روحنا حنا راح القلب. برافو على الوطنيه نتاعكم، المهم برافو على الوطنيه نتاعكم اللي عندكم حس كبير وطني، انتم كي كنتوا تلعبوا كان كاين القلب، من بعد ما رحتوا انتم راح القلب، قتلتونا بها هذه تاع الوطنيه والقلب، قتلتونا بجماعه الكاترفان قتلونا، عدنا حنا نشكوا في رواحنا نقول لعلهم ماناش على جزائريين غير هما ممكن عندهم الوطنيه والجنسيه الجزائريه، حنا ماناش جزائريين خلاص، حنا لاجئين عندكم برك يا جماعه في الكاترفان، حنا رانا مجرد لاجئين. ما نخرجوش عن الموضوع خاتم، نعاود نرجع ونقول رياض محرز حقق شيء يصعب تحقيقه من قبل لاعبين هذا اللي ينفخوا فيهم في البلاطوهات،
رياض محرز أحسن سفير للجزائر، رياض محرز شرف الجزائر، رياض محرز رفع العلم الجزائري، رياض محرز مثال للاعب المجتهد، مثال للاعب المسلم، قدوة للاعب المسلم. رياض محرز 4 تتويجات في موسم واحد، رياض محرز 2 لقب دوري إنجليزي مع ليستر مع مان سيتي، والحديث قياس ما نزيدوش. نتمناو رياض محرز تبقى له كاس واحدة وأخيرة هي الشامبيونز ليغ، من بعدها خلاص اللاعب المتكامل. في الأخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، صحة صحوركم ورمضان كريم لكل الجزائريين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.